حول الموضوع ينضم لنا من الرياض الدكتور فيصل المجيدي، رئيس مركز إسناد لسيادة القانون والعلاقات الدولية. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. نبدأ بما قالته زعيمة ميانمار، قالت أنهم مستعدون لتنظيم عودة اللاجئين الروهينجا. يعني ما تعليقكم على هذا التصريح أولا، وهل كان ذلك نتيجة للضغوط الدولية بعد ما جرى لهؤلاء الأقلية الذين عاشوا يعني تصفيات بلا رحمة؟ نعم، أحييك والمشاهدين الكرام. الواقع أن هذه القضية بالفعل تدل على بؤس يحيط بالمجتمع الدولي، وحقيقة تجميد القوانين الدولية. نحن لدينا ما يسمى بالقانون الدولي الإنساني، راعى مثل هذه القضايا، وتم التوقيع على نظام روما المحكمة الجنائية الدولية في عام 98، وأقر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ذلك، وانشئت بموجبه محكمة جنائية دولية يعني لهذه الأمور. بكل تأكيد أن تأخر إدلاء زعيمة يعني بورما بهذا التصريح يؤكد بالفعل على أن الضغوط الدولية لم تكن بذلك القدر المهم لإجبار هؤلاء القادة على الاعتراف بالجريمة، لكنه حقيقة بوادر كما يقال، اعتراف متأخرة وإن جاءت خجولة. هذا الأمر يلقي بالضوء. نعم، موضوع قانونيا، يعني قالت الزعيمة بأنها لا تخشى من لجان تحقيق دولية، يعني المجازر التي ارتكبت موثقة ومصورة. الموقف المتوقع يعني إذا وصلت الآن لجان تحقيق وأصدرت تقريرها، يعني ماذا سيحدث بعد ذلك قانونيا؟ ما الخطوة التالية؟ أولا، التوصيف القانوني لما يحصل حسب ما تتناقله وسائل الإعلام، طبعا الأمر يحتاج بالفعل إلى تحقيق حتى يمكن الجزم بهذه الوقائع. هذا يمكن أن يلخص أولا تحت المادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي قسمت الجرائم الأشد خطورة في العالم إلى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسان وجرائم الحرب وجرائم العدوان. لا يمكن أن يدرج الفعل الذي حصل تحت الإبادة الجماعية باعتبار أنه يستهدف جماعة سكانية بأسباب دينية وعرقية، أيضا تحت المادة 7 التي ذكرت بأنه تهجير، إن التهجير القسري السكان يدخل ضمن نطاق هجوم واسع من قبل سلطات محدده، وبالتالي بكل تاكيد اذا ما تم بالفعل اثبات هذه الواقعه فانه سيتم احالتها من قبل مجلس الامن. اذا لم تكن موقعا فرما على النظام الاساسي فان الخيار الاخر هو ان يتم احالتها الى المحكمه الجنائيه الدوليه لتقوم بالتحقيق بهذه الافعال وتحديد المسؤوليه. بكل تاكيد قاده هؤلاء هذه الدوله السياسيين والعسكريين سيدخلون تحت المسؤوليه. شكرا لك دكتور فيصل المجيدي، رئيس مركز إسناد لسيادة القانون والعلاقات الدولية، كنت معنا عبر